عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. متابعينا الكرام، حضورنا الاعزاء، نتواصل مع الشوط ال11. هذا الشوط مخصص للابكار، الفطامين المشتركات ولا ال 500 متر مسافه الاختبار. الصداره مع حميد بن رايد بن ناصر، الشاهينيه هي التي تقود هذا السرب، بينما المركز الثاني احمد بن سيف بالغاويه ياتينا بالرسميه، وعندنا حمدان بن سعيد بن خليفة بشواهين سلام يا راعي الانكشارية. فالمركز الرابع الشاهنية أحمد بن سيب بن سهيل. الدرعي وتحياتي لأبو أحمد سيب بن سهيل الدرعي. خلونا نعود إلى الصدارة وحميد بن راشد بن ناصر. سلام أبو راشد، الشاهنية هي التي تسيطر، هي التي تقدم هذا الحضور وهذا الإبداع بدون أي توامر. للمركز الثاني أحمد بن سيب الغاوية، والقادم هناك الشعارات قادمة، هل سوف تغير على مسار الشوط أم سوف يظل شعار حميد بن راهد بن ناصر الدرعي؟ فالصدارة حتى بر الأمان، نحن في بر الأمان منذ الآن بالثلاثمية متر الأخيرة. سلام يا راعي الشاهينية، حميد بن راهد بن ناصر الدرعي فارق واضح ما بينها ما بين المنافسين. خذ لفة كافية في المركز الثاني بالغاوي، خذ لفة كافية على الثالث والرابع، ولكن بدون أوامر. بدأت الأوامر وبدأ العطاء لديها المخزون حميد بن راهد بن ناصر والشاهينية. سلام والناموس انطلقت راس وانهت راس بهذا الحضور المميز. اشكرك يا ابو راشد. المركز الثاني كان من نصيب شعار احمد بن سيف الغاوي. المركز الثالث الشاهينية محمد بن حمد راعق حير. التوقيت دقيقتين 16 ثانية 38 جز من الثانية.